السلام عليكم. اليوم نروح للمدينة تاع النابة لنقف على أشغال تهيئة نتاع الساحل نتاع مدينة النابة، وبالضبط في بالقرب من المنارة تاع النابة التي تسمى منارة الحراسة أو كاب دو غارد. وهنا نشوف إذن هنا المكان تاع المنارة كاب دو غارد، وهنا نشوف الأشغال تاع التهيئة نتاع لا برومناد نتاع المنارة هذه اللي تمشي حتى للمنارة وتعطينا نظرة رائعة من الجانبين، يعني من الجهة هذه الشرقية ومن الجهة الغربية. ونشوف هنا حسب ما نلاحظ أنه الطريق هذه راهي مهيئة، فيها طريق مهيئة، وهنا كذلك بالقرب من المنارة لاحظ أن الأشغال راهي مخدومة. وكذلك عندنا صور لهذه الأشغال نتاع التهيئة نتاع المنارة هذه نتاع المحيط نتاع المنارة، سوف نشاهدها في آخر العرض هذا نتاع جوجل أرث. إذن هذا هو المنطقة تاع المنارة نتاع كاب دو غارد التي تقع شمال مدينة عنابة، موقع جميل جدا. حبذا لو تهيئ كل المنطقة هذه بسواحلها، كل المنطقة إلى حدود مثلا هذا الطريق هنا أو هذا، و يعني تهيئ كبارك ماريتيم، حديقة بحرية مع يعني إدماج متحف للحياة البحرية مثلا، ك يعني متحف طبيعي يهدر على الأغماق تاع الأغماق البحار، على الأنواع تاع الأسماك الموجودة في المنطقة. كذلك يقدر يكون فيها أكواريوم إيجيون، يقدر يكون فيها يعني عدة مرافق ترفيهية في المنطقة هذه. شيء جميل أن يكون فيه تهيئة عامة لكل الكاب هذا، سمى الكاب، خاصة وأنه كما قلنا فيه زوج وجهات بحرية. إذا إن شاء الله السلطات ياخذ بعين الاعتبار هذا الاقتراح. نخليكم تشاهدوا الصور تاع التهيئة نتاع هذه المنطقة، والسلام عليكم.